اتشرف باسم حضرتك. اسمي اسمه فهمي. استاذه نسمة، كلمينا كده عن الشغل بتاع حضرتك. انا جاتلي الفكره في عيد الام، ما كانش عندي فكره اعملها كهديه وكده، فروحت فكرت، رحت عملت حاجه زي لعبه كده، فطلعت كده. المعرض كام ليكي؟ انا باجي هنا بقالي سنه ونص تقريبا، فباجي كل معرض بيتعمل هنا. طب ايه رايك في اركان انها بتتبنى مشاريع للشباب؟ دي فكره حلوه جدا، وخصوصا ان الشباب لما بتتخرج من الكليات ما بيلاقوش مكان يحتويهم يعني كبزنس وكده، فدي حاجه كويسه ان هم يجوا اركان ويبتدوا يحطوا رجليهم على اول خطوه في الشغل. طب ايه رايك في المشاريع اللي ممكن تتبناها اركان؟ المشاريع ممكن تنجح جدا، وخاصه ان في دعم من المركز للشباب في الكورسات والميديا والحاجات دي كلها، فبتساعدهم كتير جدا، وخاصه ان احنا في عالم متطور والسوشيال ميديا والحاجات دي كلها بتفرق. ايه رايك في المجتمع هنا في اركان ما بين مسلم ومسيحي؟ هو المسلمين هنا بيجوا اكتر من المسيحيين، ده اللي انا ملاحظاه يعني، وخاصه ان هم يعني شخصيات حلوه جدا ومبسوطين، ودي حاجه تفرحنا جدا وتشرفنا جدا جدا. طيب لو في رحله طلعتها اركان تطلعي معانا؟ طبعا طبعا، دي رحلات اركان دي في حته تانية خالص. طيب لو في يوم ترفيه تيجي انت وصحباتك؟ اكيد طبعا اكيد. تشرف باسم حضرتك. مجدي السيد محمد. المعرض الكامل لحضرتك هنا؟ المعرض الخامس تقريبا. ايه ممكن تشرح لنا شغلك؟ انا عندي شغل هنا، بشتغل شغل زيت على كامفز، وممكن بشتغل بردك على الحيطه، مناظر طبيعيه بتاع اشخاص الكلام ده. جميل قوي ما شاء الله. طيب ايه راي حضرتك في ان اركان بتتبنى مشاريع للشباب؟ والله فكره كويسه وفكره جميله يعني، وبتجمع كله مع بعضه يعني، اذا كان يعني مسيحي او مسلم كلنا اخوات يعني مع بعضينا كده اهوت. طب ايه رايك في فكره مشروع للشباب؟ تحب تطلع رحلات معانا؟ اكيد ان شاء الله. طب لو في يوم ترفيه تجيب اصحابك وتيجي؟ باذن الله. نتشرف باسم حضرتك. هدى رجب محمد حسن. المعرض الكام ليكي؟ يعني العاشر. طيب قولي لنا كده في نبذه عن شغلك. شغلي خرز وفي كروشيه، ومش شغلي انا لوحدي، احنا مجموعه من المطلقات والارامل بنشتغلوه وبنعرضوه في المعارض. حلو جدا، ربنا يوفقكم. ايه رايك في اركان كمركز بيتبنى افكار للشباب؟ والله انا اول مره احضر بامانه يعني، اول مره احضر هنا المره دي، فان شاء الله يعني هتكون بشره خير ونتعاونوا مع بعض على طول كده. ايه رايك في المجتمع هنا ما بين مسلمين ومسيحيين؟ ده اخواتنا، احنا متعايشين معاهم، انا عندي جيراني بسم الله ما شاء الله يعني، فيهم كم واحده مسيحيه في الشارع والله ما تفرقنا عن الاخوات. المناسبات الحلوه مع بعض، الافراح مع بعض، الايتام مع بعض. طيب لو طلعنا رحلات او يوم ترفيه تيجي معانا؟ ان شاء الله، والله لو ظروفي تسمح حاجه. اتشرف باسم حضرتك. فيولت ميخائيل. المعرض الكام ليكي؟ اول مره بصراحه نشارك هنا. طيب اشرحي لنا الشغل بتاعك. ده شغل الليزر، حاجات الكريسماس، شجر الكريسماس كله متقطع على مكان ليزر، في حاجات اكلارك هنا. لما اركان تتبنى مشاريع للشباب، تحبي ايه المشاريع اللي ممكن تقترحيها على اركان؟ يا ريت يبقى في افكار جديده يعني، حاجات مختلفه. عجبني قوي شغل الخرز والحرق على الجلد، الحاجات المختلفه. انا اعرف ان اركان بتتميز في الميديا وبتعمل كورسات. حلوه، انا لسه عارفه الموضوع ده جديد بصراحه، وناويه اشترك معاهم في الكورسات، لان فعلا حاجه مميزه جدا مش موجوده في اي مكان، او صعب انك تلاقيها باسعار مخفضه ومتاحه لكل الناس يعني. ايه رايك في المجتمع هنا ما بين مسيحيين ومسلمين في اركان؟ صراحة أكتر من الإخوات، التعامل مع الناس هنا حلو جدا، كلهم أسلوبهم حلو وراقي جدا يعني. لو طلعنا رحلة تطلعي معانا؟ أكيد. طب لو يوم ترفيهي تيجي أنت وأصحابك؟ إن شاء الله.